تعرفوا لي سقايا من 2000 وقداش؟ من 2020. علاش؟ نزل على رخصة نتاع جمرك. رخصة نتاع بيع التبغ. هاو جابوا الوالي هاو تنحى هاو جابوا معتمد هاو تنحى هاو جابوا كل مرة يجيبوا واحد، كل مرة حاسين يجيب الوراق عاود تصب عاود تصب ساقي حفاد. أها ومع كل والي جديد أنت تعاود الملف؟ أي سنة نصبر كل والي وليت نعرفهم، فهمت وقتاش يبدلوا وقتاش يرجعوا. أصلا 3 سنين أنا كبرت أنا لهنا ومازالوا ما عطونيش الرخصة ولا العظيم. 3 سنين كمان تعداو من وقتك معناها خسارة أن المنهول. كيف النهار اليوم ما نخدمش فيه محسوب علي. هي بيت. وكل ما تجي تحط ورقة كالعادة تخسر نهار خدمة. كالعادة هي بيت. نفس المشكلة تاع نعيطولك تاع نشوفوك تاع وعود. خلينا من الملف ما وصلت حضرت الملف قداش من مرحلة تعديت بها؟ تي برشا طلع مضامن وقدم طلع نتاع الأولاد وجيب ورقة من ضمان الاجتماع وجيب نتاع الحالة اللي أنت حالة اجتماع. جيب كل شيء مزيت ورقه بركه نتاع يقول لي جيب لي ورقه اللي انت ميت هذيك ان شاء الله ربي يسهل طنجي. لطف عليك. نحكيو على الرقمنه في تونس. برشا ناس يقول لك باش نقاوموا الفساد يلزم رقمنه الاداره، باش نعملوا الاصلاح يلزم رقمنه الاداره، باش بلادنا تتقدم يلزم رقمنه الاداره. شنو رايك؟ والله رايي ديجيتاليزاسيون دو لا سوسيتي حاجه مهمه برشا. توا نحكيو 2023 مازلنا بيت بارباس، حاجة غريبة على الاخر، وان بلوس تنقص من الكوربسيون. نحنا ديجا معروفين بلاتي تحويجة ناقصة ورقة، هكا الجو هذاك حاصل. بالديجيتاليزاسيون تسهل على المواطن وتسهل زادة على الإداري خدمته نتصور. هذيا والله نحسها علاش ما نعيشوش كيما الأوروب. إكزامبل الرقمنا هذيا إكزامبل، أنا عندي بنتي رسمتها 440 مرة وديما جيب لنا الورقه الفلانيه وتقول لك لا انت ما دخلتش على هاك الوحده الموقع، والموقع هذاك تلقاه موش ديسبو ويطردوا لك البنايه من الكوليج وتعاود ترجع. يعني لهنا يلزم هاك نراجعوا معناتها نراجعوا روايحنا ونشوفوا علاش وين ماشيين كما نقولوا احنا. خاطر اكزامبل تو اللي دارات اختي الغاليه، ولات انت مثلا تمشي اليوم تدفع ورقه ترقد تبدا ريقت في منام ربي، تطلع لك المسؤوله هي بيدها تقول لك غد وتجيب الورقه، تجيب الورقه ما غد وتقول لك لا هذه راهي ناقصه ورقه اخرى. كان جيت بالانترنت على الاقل ما نتعبش، انا راني من الدار نبعث ايميل نبعث دينتي نشوف اش عملت اش ما عملتش، على الاقل نربح التعب. راك ما تغيبش على الخدمه. ما نغيبش على الخدمه يا دي ترونسبور وش وصلني مزاروني يعني. يحب لي 12000 تاكسي. احسن ما ثم اذا كانت تربط بال 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 بالانترنت عنده هو في تليفونه ينجم يجبد في بالبي سي نتاعه ينجم يجبد ويطبع ممكن، اما باش تربطها لي برا امشي البيبلينات وخلص فري وخلص مع شنو راهي هذه معناها ماهيش اليه. كما توا برشا مؤسسات بنكيه صغرى قاعدين يخلصوا بال عن طريق الانترنت، يقول لك والله راهو انا مثلا الروسيه ذاك يتكلفك ب 1 دينار 500 ولا 2 دينار بار موا وراك يلزمك انت تخلصه طونك اللي هو معناه في القرض معناه المونتون صحيح، بعتلي تلقى زايده 100000 و200000 علاش يحب يخرج هو ماك اللي فري هذوكم ويحملهم على المواطن. هي الرقمنا نورمالمون معناها ما عادش تحق توصيل، ما عادش تحق حتى حاجه كيما كي. هي ديجا اسمها رقم، علاش توصيل وعلاش اوراق وعلاش ابقى ماشي وايجا كل شيء؟ تنجم بالتليفون تنجم باي حاجه تنجم باي موضوع، اما تبقى انك مثال توقت تولي فيها مثلا اوراق هي التوصيل هز توصيل او تمبري او حكايه تولي وقتها ما عادش اسمها رقم. راه العالم الكل طبق في الرقمنا، رقم تخليك ياسر نقائص وياسر تعطيلات تنح. رقمنا حاجه معروفه ترتح الإداري وترتح المواطن وترتح أجهزة الدولة كيما وتقدم بالدولة ونربحوا الوقت. وحنا هاربين من رقمنا، علاش هاربين منها؟ لوبيات الإدارة ما يحبوش، متمعشين في الإدارة، متمعش كيقول تقول أنت فما حاجات باش تتقص معناها إذا كانت تترقم. حاجات في الصفقات العمومية، حاجات في الاتصال بين المواطن والإدارة، حاجات في الأوراق. راهم ثم شكون إدارات اللي التشارية نتاعها ما يتلفتولهاش، متمعشين من المواطن. كل باش يتقص عليهم، ثم صفقات عمومية تتم في الخفاء بالمليارات، وثم كذلك إذا كان الرقم الإدارة ملوحة بالأوراق ما عادش أوراق راهي، الناس ما عادش فلوس في برا، ما عادش حتى فلوس، الناس مرتاحة، راهي ياسر يرضعوا بقرة ومش الدولة مش تفك لهم. كلامك معقول وش خاصو كان تصير الحكاية هذه فور إي بي تي برشا كيما كنت تحكي الصف تاخذ توريزاسيون من الخدمة تبطل النهار.
اكتظاظ برشا. دونك الفكره هذه نتاع الرقمنه هايله برشا، ان شاء الله تتنفذ بلي فيت بوسيبل. انت في فرنسا مثلا تمشي بتجبد معناتك سيري دو نيسونس، تكتب اسمك هذا قصولك من الكارت بانكاري تاعك يبعثوا لك سيري شون معناتها مصح امريكا. نحن لهنا تشد الصف فهمني، تلقى واحدة عاملة كي متعاركة ورجلها في الليل، تجيك معناتها كلي عينيها قريب تخرج، وذا وسامحني البرة وكذا، أخزر أنت إكزومبل أو البرة لهنا قدام بلدية، تلقى العباد البرة والبلدية فارغة من بيز وناس. أما نراجعوا روايحنا رانا ما نجموش بالكيفية هذيا، ماناش قاعدين نقدموا، بالعكس احنا قاعدين نوخروا. والله كنت قبلك المانويل مضمون فيسع فيسع وكذا، تو اللي تدخل على الانترنت تدخل على الدنيا ماهيش 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 باش تهزنا للسلاح. برشا ناس يقول لك انا باش على باش نخرج ورقه ناخذ اوتوريزاسيون باش ترى النهار ونقعد نشد الصف ونجم نوصل ونطلع ناقص ورقه الملف نتاعي وترجع غدوه. ماهيش معقوله بالكل بالكل، ويزر فيها الموظف وقت اللي هي الحلول موجوده. كان ينجم هي الحلول موجوده كما قلت لك ونعاود لك بنتي، المسؤولين ياخذوا بجيبهم الامور، ياخذوا ماهيش حشمه. بالعكس انت باش تسهل ماموريه المواطن باش يمشي ياخذ حاجه بلو فيت بوسيبل، مش ترقد له اموره في الانسونس يوصل هاك ناقص ورقه ارجع غدوه يخسر نص نهار كامل ياخذ اوتوريزاسيون من عند عارفوا اوتوماتيكمون زاد تجي تلوم تعذر كي يخلي البوز فاكون شكون باش يرومبلاسي، ينجم يكون ما يلقاش رومبلاسون نتاعو، اش عملنا هنا؟ دونك هنا مادموزيل الكره في يد المسؤولين. احنا لهنا في تونس على ورقه يجدوا لك 4000 فوالا، تجي انت اكزامبل باش تطلع اكستري دو نيسونس والله تقول ابو بربي صوره، تجي باش ياخذ اكستري معناتها دو نيسونس لاختك ولا لعمتك ومرأة كبيرة، يجي يقول لك لا يا بنتك يا ولدك يا مرتك، واعطينا ما يفيد. شنو معناتها لهنا؟ وليه وتضرب ساعتين شاد الصف انت وقدامك 14 واحد وماخو انت ساعة باش تجي تقضي فيها قضيتك ولا ماخو نص نهار من خدمتك، تضيع نص نهار وتضيع حقك معناتها اللي كنت باش تخدم به، وفي الاخر بكل ما تقضيش ورقتك. في 2023 ما زلنا نعتمدوا في الحاجات هذيك، انت تو امشي لاي ادارة. مثلا مش تابع سي فلان. وباش تقدم دوسي ما نعرفش حتى في كريدي في حاجه باش تخرج السلعه ديما تسمعها راهو بس تلقسها ورقه كل شيء، باش تمشي انت كل الحويجه هذيك من تحت لتحت باش تقضى الدوسي نتاعك. انا نصور بتيجي بالديجيتاليزاسيون يبدا فما ان سيت ويب يبدا واضح لي دوكيومون لي دوموندي، انت تو فورني لي دوكيومون هذوكم تبوستي لهم على السيت هذاك وقضيتك تتقضى معناها ساهله. وانت رايض على روحك. وانت رايض على روحك من داركم من الخدمه من اي حاجه فهمت؟ يعني ما عادش نشدوا صف بالطريقه هذيك. صحيت نرتاحوا ما كشادين الصف، نرتاحوا من برشا حاجات. نرتاحوا بالاوتوريزاسيون ثلاثة سوايع وتمشي تاخذ نهار في الاخر من الخدمه نتاعك. صحيت وهذاك ينقص من البرودكسيون والبرودكتيفيتي عندها دور. مثلا انا كي باش نمشي نقضي حاجه وانا نخدم. هكا ساعتين ثلاثة اللي أنا باش نخرجهم هذوكم باش نمشي نقضي فيهم، ما كم يمشي نقصوا من البرودكتيفيتي نتاعي من البرودكسيون نتاعي. نجمو نقضيو على الفساد بالرقمنا؟ أكيد نجمو، ماهيش مستحيلة. تنقص الرشوة؟ تنقص برشا، تنقص 70-80% إذا مش 100%. خاطر بين قوسين بنتي الغالية والغالي ربي، كي يوقف الجيشي ويحط مسك بصحة مد ليدك وريقة ابو 20 ولا ابو 10 تيمون نحطوا لي بوان سو لي زي ما نخبيوش، موجود هذا موجود. وعجبتني في الكلمه هذه اللي ديبوزيتا هي الرشوه، واللي ما عندوش 10000 باش يمشي يقضي به لدارو، حتى فما هجة بليتوش شو كم تجيبش 10000 يضربها كل مو بار ريسبي حاش ما يستاهلش راهو ما نعموش. بيان سور ديما ما نعموش، نحكيو على جزء فما ناس نظاف فما موظفين نظاف ما يخوش حتى كي تمدلو يمزكوا وبرافو، وان شاء الله نمسى من الناس هذوما برشا. اليوم كي نحكيو على الرقمنا في بعض المؤسسات مثلا نتاع الترسيم الصغيرات توا، يقول لك يحكيو لنا على الرقمنا كي تمشي ترسم، اوكي رسمت عن بعد لك يكون هات التوصيل. هات التوصيل، هات التوصيل، دونك ما الجدوى معناها من الترسيم عن بعد؟ اذا كان انت حاسك بالتوصيل شنو هو الجدوى؟ مشيت دفعت 2000 فرنك للمكتبه ولا للبيبلينات؟ مو هذا هو اللي حاجتهم به؟ ممكن هكا كيما الساشي اللي موجوده في الكوشه، يقول لك لا الكوشه الخبز ب 190 مليم، انت تاخذ باكيت تاخذ معها ساشي، يقول لك لا ما تخذ ساشي من الكوشه، امشي خذ ساشي ب 300 و 350 مليم، يعني هذا هو وين يحبوا يوصلوا. انا ما نعرفش هذايا تنظيم
او يحبوا يمشوا للسوء التنظيم. بار اكسبيريونس، انا بالاكسبيريونس اللي عديتها مثلا في الترانزيت ولا في استاجيت في البنوك ولا فهمت، ريت معناها قدامي بالملموس حاجات اللي كي تراهم تقول ربي تقول ربي ينوب علينا بهجه من تونس. والله بالحق ما نكذبش عليك، برشا حاجات تاع مثلا انت تقعد شي تصف نهار كامل، بعد كي يوصل تورك يقول لك نقص الورقه الفلانيه وانت ولا ريزو طاح، يعطيك الصحه ولا برشا حاجات. ومثلا حتى في بطاقه تعريف، سامحني علاش مثلا تقعد نهار كامل تستنى في بطاقه تعريف وبرا جيب الورقه الفلانيه والكيتونس الفلانيه وكل شيء. نتصور اكسي ا ديستانس العبيد الكل تسهل، معناها كمام 2023 كيف ما كنت نحكي لك راهو العالم طار، العالم طار. نحنا مازلنا نخدموا بالتكنيك نتاع عام 70 و80 ومكبشين في الحاجات هذوكم، لازمنا نتقدموا كمام. نتصور بلادنا معناها عندها علينا الحق. راوح حسب بعضنا رقم ما تتمش في تونس لسبب بسيط، وان العمق نتاع الاداره ما يحبش العمق نتاع الاداره. وتونس هذه بلاد فساد، مش فساد دوله، هي دوله فساد بامتياز. حاجه وحيده نشهد لها الاداره في تونس انها كي صارت الثوره هي منعت الثوره، قعدت واقفه بحكم انها بورقيبه اعطي سبقه عصريه، منعونا البوست البنوك منعتنا، اما الخور اللي فيها والسرقة اللي فيها يحب يحافظوا عليه باش يبقوا متمعشين منه، باش 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 يخلي المواطن ديما ملزوز، مواطن ديما يعطي رشوه يسموها الرشوه الصغيره، مش عارف تقريب هذا 5000 مليار مش شويه، راك رشوه صغيره تاع الفلوس، ثم رشوه كبيره صغيره، الرشوه بين المواطن الاداري ثم رشوه صغيره، راهي الاف المليارات، راهي مش شويه، راهي متمعش منها، ثم ناس بنت منها القصور، ناس بنت منها كذا. صبع سل مش ينحوه بسهوله، خاصه التونسي معناها كانت ماده في الفساد ما عادش يرجع حتى شيء.